يلقب المنتخب السنغالي باسم أسود التيرانغا التي تعني في اللغة المحلية للبلاد حسن الضيافة والترحيب، وهو ما يظهر جلياً من خلال استعدادات الدولة الإفريقية لاستضافة المنتخب المصري مساء الثلاثاء المقبل في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. حسن ضيافة السنغاليين يتجلى في الاستاد الجديد الذي سيحتضن مباراة المنتخبين المحدد لها 7 مساء الثلاثاء، الاستاد الذي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة ولم يقم باستضافة أي مباريات قبل المواجهة المرتقبة. الملعب الجديد الذي يقع على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة داكار أطلق عليه الاتحاد السنغالي اسم عرين الأسود، وتسع مدرجاته ل50,000 مشجع. الاستاد الذي يشبه في تصميمه الخارجي ملعب بايرن ميونخ استغرق بناؤه 17 شهراً بتكلفة بلغت 270 مليون دولار، ويعد ثاني أكبر صرح رياضي بعد استاد ليوبولد سيدار. ولكي ينجح الفراعنة في صناعة مجدهم الكروي، واجهوا العديد من المنتخبات الإفريقية التي تلقب بأسماء العديد من الحيوانات المفترسة مثل الأسود والفهود والنمور وغيرها من الألقاب. كل هذه المنتخبات سقطت أمام رغبة المصريين في معانقة المجد الإفريقي. فهل يضم المصريون السنغاليين لقائمة ضحاياهم، أم تنجح الأسود بكرم ضيافتها في خطف بطاقة الصعود؟